ما نخرج فاصل ونستقبل ضيوفنا. النهارده الجامعه الامريكيه اغلقت ابوابها واغلقت الدراسه، ما فيش ابوابها لان الابواب مغلقه من قبل الطلبه، لكن علقت الدراسه لاجل غير مسمى. ارسلت خطاب على الايميل لكل الدكاتره وكل الاساتذه والطلبه، قالت لهم ان احنا هنوقف الدراسه حتى اشعار اخر. وقالت اداره الجامعه في بيان ليها انه بعد استنفاذ جميع الجهود والوسائل مع مجموعه الطلاب المعتصمين الذين اصروا على اغلاق بوابات الجامعه، تعلن الجامعة الأمريكية تعليق الدراسة. البيان قال أن هذا الصباح ولليوم الثالث على التوالي قامت مجموعة من الطلاب بغلق جميع أبواب الجامعة بالسلاسل أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مانعين دخولهم، وبالرغم من اضطرار الجامعة لإزالة بوابتين من البوابات الخمسة للجامعة لتسمح للطلبة بالدخول، وأعضاء هيئة التدريس قام الطلبة بإغلاقها بالسيارات. يعني هم شالوا بوابتين لكن الطلبة أغلقوهم بالسيارات، واعتبرت الجامعة تصرف الطلاب تعديا على سياسة الجامعة وقواعدها، وهو ما ستتخذ الجامعة بشأنه إجراءات تأديبية. الدكتور مدحت هارون المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، دكتور مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة لميس. إغلاق الجامعة أو تعليق الدراسة لحد إمتى؟ لحد ما ينتهي التفاوض مع الطلبة. إحنا ما نقدرش نسمح، بس احنا ما عندناش في ايدنا اننا نفتح الجامعه طالما الطلبه قافلين الابواب بتاعتها، ومش عاوزين نعرض الجموع الكبيره من الطلبه والاساتذه والموظفين لاي خطر. يعني بكره قررنا. يعني بكره ما فيش دراسه في الجامعه الامريكيه؟ لا، بكره ما فيش دراسه، وان شاء الله برضو احنا مصرين على النقاش مع الطلبه لغايه ما نوصل لحل. قلتوا في البيان ان الجامعه ستتخذ اجراءات تاديبيه ضد هؤلاء الطلاب، ايه هي الاجراءات دي؟ احنا عندنا في الجامعه نظام واضح جدا، ان عندنا مجموعه من اللجان بتبص على مخالفات الطلبه. اللجان دي مشكله من اساتذه وطلبه وموظفين. بيجي الطالب بيتقدم له الاتهام بتاعه، بيقدر يدافع عن نفسه، ممكن يجيب طالب تاني عندنا يجي يدافع عنه. بعد ما يدرس الموضوع بأكمله بيحدد مخالفة بالنسبة للطالب على قدر ما عمل من المخالفة. أيوة، المخالفات إيه؟ يعني أنتوا عملتوا سسبنشن أعتقد حضرتك قلت لي خمسة، وكان في حد بيقول 35، فكنا بنتكلم في خمس طلاب عاملين لهم سسبنشن، مش كده؟ أو لا، إحنا ما عملناش سسبنشن، إحنا كل اللي عملناه إننا بلغناهم إنهم تحت التحقيق وسمحنا لهم بس بحضور المحاضرة. بس حضرتك قلت لي ان انتوا عملت لهم ايقاف في المكالمه الاخيره اللي احنا كنا اجريناها. ايوه، ايقاف بمعنى انهم لازم يجوا يحضروا المحاكمه بتاعتهم قدام التحقيق. اللجنه دهيت او التحقيق، لكن المهم اننا سمحنا لهم كمان انهم يحضروا محاضراتهم حرصا على مستقبل. طيب بقيه الطلبه بقى اللي عندهم كورسات ودروس وامتحانات، ايه موقفهم؟ احنا دلوقتي بنحاول على قد ما نقدر نفتح الجامعة في اسرع وقت. طبعا اللي حصل ان الطلبة يقفلوا الجامعة ويمنعوا الاساتذة وبقية الطلبة انهم يخشوا، دي حاجة خطيرة جدا. مش عاوزين نعرض اي حد للخطر. ان شاء الله لما نوصل لاتفاق هنقول للطلبة اننا هنعمل ايام لتعويض ما فاتهم. ايه شكل الاتفاق ده يا دكتور؟ يعني اذا كانت الجامعه اداره الجامعه متمسكه بانها ما تخفضش 7% زياده في المصروفات، والطلبه بيقولوا ما نقدرش ندفع 7% زياده في المصروفات، يبقى ايه شكل الاتفاق؟ اولا اقول لحضرتك حاجه، ما دفعش، الناس دفعوا المصروفات، هم بيقولوا شيلوا لنا 7%. احنا بنقول لهم احنا بنعمل دلوقتي ميزانيه السنه الجايه، اقعدوا معانا. وكان هم بنتكلم على السنه الجايه، يعني ما بنتكلمش على السنه دي. لا، السنة دي خلاص، السنة دي احنا عملنا بقالنا 7 8 اشهر لغاية ما وصلنا لل 7% في مناقشات مع الطلبة ومع كل الناس. هم طلبوا كمان ان يبقى في سيلينج او حد اقصى للزيادة في المصاريف، واتفقنا معاهم اننا هنعمل سويا على اننا نعمل الموديل اللي هم كانوا طويل او النموذج اللي هم طلبوه. دكتور، انا طلبه كتير كانوا بيكلموني الحقيقه وبيشتكوا من حاجات كتيره في الجامعه، يعني الطلبه دي بيدفعوا فلوس كتير، فازاي يبقوا قاعدين مثلا سهرانين في الجامعه سواء في اللايبرري او سهرانين في سكشنز او في لابز او بيدرسوا وتقفلوا عليهم الكهرباء وما يبقاش في اماكن مثلا يقدروا ياكلوا ويشربوا منها، وان انتوا خفضتوا حتى شفتات العماله اللي هي الخدمات العاديه
بدل ما كان في اتنين شيفت او يعني مجموعتين من العماله بقت مجموعه واحده، وان انتوا برضو الفلوس اللي بتدوها والمرتبات اللي بتدوها لهؤلاء العمال هي مرتبات منخفضه جدا. يعني في حاجات الحقيقه لما طالب يدفع 65000 جنيه مش ممكن ياخد هذه الخدمات المتدنيه شويه. انا عاوز اقول ان في كلام كتير مغلوط بيتقال. يعني مثلا اخر حاجه قلتيها حضرتك ان احنا بدي مرتبات متدنيه، احنا رفعنا الحد الادنى للاجور لعمال النظافه ل 1400 جنيه في الشهر، وما اعتقدش ان في اي جهه ثانيه بيشتغلوا كام ساعه يا دكتور؟ نعم بيشتغلوا كام ساعه؟ بيشتغلوا 5 ايام في الاسبوع. كام على ساعه؟ بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم. 8 ساعات مش اكتر، لان انا معلوماتي ان هو ان انتوا رفعتوا هذا السعر عشان يشتغلوا 12 ساعه. لا هو كان في قبل كده في الناس كانت بتشتغل كمان يوم السبت، كان بيبقى لهم يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه، خليناهم لهم يومين في الويك اند، ولو اشتغلوا فيهم بياخدوا اوفر تايم. بس العمال النظافه وعمال جامعه الامريكيه بيشتغلوا 8 ساعات ولا 12 ساعه في اليوم؟ الحقيقه دي نقطه انا ما اعرفهاش بالتفصيل. لان انا معلوماتي ان هم بيشتغلوا 12 ساعه، ان انتوا مشيتوا يعني شيفت كامله عشان ترفعوا الاجور وتشغلوا الناس دي 12 ساعه، which is يعني ان هيومن. هي ممكن هو ممكن يكون في حاجه حصلت بالنسبه للفتره الحاليه اللي احنا اللي هم اجهزه الامن زودنا لنا الشيفت بتاعتهم، خليناهم 2 شيفت بس بدل ما هم 3. اجهزه الامن في الايام الصعبه دي قللتوها؟ الايام الصعبه دي لان احنا محتاجينهم يكونوا موجودين معانا. لكن انا اعتقد ان هو الشيفت هم 3 شيفت في اليوم، كل واحده من 8 ساعات. اشكرك دكتور مدحت هارون مدير اكاديمي للجامعه الامريكيه بالقاهره. كمال فريد عضو اتحاد الطلبه. كمال انتوا وضعكم ايه دلوقتي بالظبط؟ حضرتك بس انا بس في نقطتين عايز اعقب على الدكتور مدحت هارون. اتفضل. اول نقطه ان الطلاب كانوا ممنوعين من دخول الجامعه، وفي نائب رئيس اتحاد الطلبه كان ممنوع من دخول الجامعه وراح عمل محضر في اسم اول ترم وخامس، هو عشان كان ممنوع من دخول الجامعه، بعد كده اتسمحوا بدخولهم بعد المحضر مش قبل المحضر. دي اول نقطه. ثاني نقطه دكتور مدحت هارون بيقول لحضرتك ان الطلاب كلهم دفعوا. الطلاب كلهم دفعوا ديفيرد بيمنت، حضرتك عارف الديفيرد بيمنت هو بتدفع النص. مفهوم. نص اول السمستر والنص اخر السمستر، فالطلاب كلهم دفعوا. مش كلهم يعني، بس يعني معظم الطلاب دفعوا بالنص عشان برضو كلهم معتمدين على ان 7% هتقل من الجزء الثاني اللي هيتدفع في نهايه السمستر في شهر 10 او شهر 11. دي بس قلت لكم عايز اعقب عليهم. طيب دلوقتي انتوا لسه مصرين على ازاله ال 7% دي ولا الوضع ايه بالظبط بالنسبه لكم؟ حضرتك امبارح احنا كنا في ميتنج مع اداره الجامعه، هو كانت رساله الاتحاد الطلبه واضحه ان هو احنا هنفتح البوابات مع ازاله ال 7% بتاع زياده المصاريف. لما حضرتك دلوقتي دكتور مدحت هارون بيقول حضرتك احنا هنتكلم على السنه الجديده، السنه اللي فاتت احنا برضه كنا بنقول هنتكلم على السنه الجديده، كل سنه بنقول هنتكلم عن السنه الجديده ومفيش اي تغيير بيحصل ولا اي تغيير بيحصل. طيب انت يعني مش خايف بصراحه على السنه الدراسيه؟ يعني في قلق كده على السنه الدراسيه وانت يعني مش قلقان على الكلاسز والامتحانات والسنه؟ لان في النهايه دي جامعه خاصه مش جامعه حكوميه. انت دفعت فلوس اوريدي. اكيد اقلق على مستقبلي واكيد انا عايز احضر، بس حضرتك هي الجامعه اللي بتعهد مع الطلاب. يعني هي الجامعه اللي بتبدا بالعلم. يعني حضرتك اكيد عارفه ان ممكن يعني اشرح حاجة كذا نقطه. حضرتك النهارده تعرفي ان الامن احتك مع الطلاب وضرب الطلاب؟ احكي لحد ما تعرفيش. لا بص يعني دي قصه اصلها لازم نكون موثقينها ان في مين ابتدى بالاعتداء والكلام ده كله. طيب انتوا موجودين في الجامعه ولا انتوا خلاص مش موجودين حتى لحد ما الجامعه تعلن عودتها مره اخرى؟ لا حضرتك احنا متقسمين بنروح الجامعه بس شفتات برضه زينا زي الامن بالظبط. زيكم زي الامن. اشكرك كمال فريد عضو اتحاد الطلبه بالجامعه الامريكيه. نتمنى القضيه تتحل، في النهايه دي طلبه عندهم مستقبل، عايزين نوصل لحل في المنتصف. الزياده في مصاريف الجامعه بصراحه زياده كبيره جدا، محتاجه انها تتقلل، وفي المقابل الحقيقه ان الناس ما بتاخدش نفس الخدمات اللي المفروض تاخدها. اللي طالب بيدفع 65000 جنيه في السمستر يعني بيدفع 140 ولا 150000 جنيه في السنه. الناس تقول طب ما اللي يدفع 130 يدفع 140، لا برضو الناس من حق انها تعرف فلوسها بتروح فين. النهارده